يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف. يعني انت يا انس حاضر اللي بيني وبين علي وخوفه عليها وان انا عملت اللي عشان اجيبها جنبي تقوم تشيلها بودره يا بني ادم؟ افهم مين اللي هيتجنن في دماغه ووقف ست زي القمر كده وهلعها دوما من الباب للطاق؟ وبعدين كلها 3 4 ساعات وتوصل في السلامه وتقفش الثلاث بواكي. يعني انا هسافر لوحدي مش هركب معاك ولا عربيه؟ صح. لا 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 لا, لا. انا هلبس انا البتاع ده وقابلك في اي حته ادهولك. تقابلني فين يا عم؟ اتحط في مكانك. انت لو خطيت خطوه واحده هتتقفش وتروح في داهيه. اللي اقول لي بالصلاه على النبي هي البتاعة دي فيها قد ايه؟ بصي لي يا ست، الموديل ده فيه 40 جيب، كل جيب فيه كيس ب 75 جرام، يعني انت هيبقى حضنك 3 كيلو حلاوه. 3 كيلو بودره؟ وعايز تديني 3000 جنيه؟ ليه؟ هو كيلو البودره بكام؟ ما تزغرتي بالمره وتجيبي لنا البوليس. فتونة انا خايف عليكي من المشوار ده. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ بقول لك 3000 جنيه قليلين. الصراحة. طب ما اكلم صاحبك. ولا جنيه زيادة، ده مبدأ عندي. بعدين قومي البسيه وادعي انه يجي على قدك. يلا يا قمر. مكتفين اشداد قوي وغضبانين عشان وقعت على واحد فيهم. طب هنعمل ايه بقى في المصيبة السودة دي؟ انا عندي اللي صالحنا عليهم، بس عقبال ما استدعيهم نتفق فيها كام يوم كده. غضبانين ايه ووقعت على حد؟ أنا مش مصدق الكلام ده صراحة. ما احنا البني آدمين كده جهلة، ما بنصدقش إلا اللي بنشوفه بعنينا. طب يا ستي، عشان يحصل اللي أنتِ بتقولي عليه ده ويتم الصلح مع الجماعة دول، إيه المطلوب؟ عايزة بخور بس غالي شوية، ب 5000 جنيه. ليه؟ أقول لك عليه وتجيبه وأنت ماشي، تديني فلوس وأجيبه أنا ماشي، اللي أنت عاوزه. طب أنا عندي حل كويس. أدي لحضرتك دلوقتي 3000 جنيه ولما يكمل المبلغ أكملهم لك الخمسة. تبقى تجيب أنت البخور. دي حاجات غالية وتمنها بالدفع مقدم. أنا لسه ما اتكلمتش على أي فلوس ليا. خلاص يا حاجة صلاح، اديني دقيقة أروح أجيب لك 5000 جنيه. أنا هاجي معاك يا محروس. استني أنت. بص على مراتك. هي أم صباح؟ خير إن شاء الله. مبروك عليك الجوازة التانية يا عسلية. بالصلاة على النبي. متفصل عليك بالمل بس تقيل وزي الدهية ومحدش يقدر يستحمله. قولي بقى والنبي يا اخويا، احكي لي المشوار واحدة واحدة كده. هو احنا هنحكي في المحكي؟ ما اكتبه لك في ورقة احسن. جرى ايه؟ فتون، لو مش هتقدري قوليلي. ليه؟ شايفني غرقانة في عرقي ولا ركبي عمالة بتخبط في بعض؟ اديني نمرة الراجل بتاع رمسيس عشان مش معاي. هو اللي هيكلمك. طب ولما توصل مدينة السلام ايه اللي هيحصل؟ التاكسي هيوصلك لحد الشقة، هتطلعي دقيقتين تقلعي الجيلي وتنزلي، التاكسي هو هيجيبك للشقة عندي. شقتي دي اللي هتطلع تقلع فيها؟ اللي هتستلم منك اسمها سيدة فتون. أنا عايزك هادية وراسية، الحكومة عادي ممكن تطلع القطر ولا يهمك، أنت برنسيسة ومحجوز لك درجة أولى. فتون خلي بالك من نفسك. يا أخويا هو أنا رايح أحارب؟ قطيعة بلا نيلة. سلام عليكم. سلام يا وحش. جرى ايه يا أنسي؟ جدع راجل يعني. تشيل حبيب. أبص إيديك يا كوثر ما توضحنيش. خمار. بسم الله ما شاء الله. إيه الجبروت ده يا بت؟ تتجوزي واحد وانت على ذمة التاني. اسكتي يا كوثر اسكتي. انت هربتي لما راشد قتل الونش. اسكتي بقولك اسكتي. هسكت بس قوليلي، الناس دي دفيعة ومعاها فلوس؟ ما انت هتاخدي 5000 جنيه، عايزة ايه تاني؟ ال 5000 دول علاج سلفتك، اما علاجك انت بقى فمعايا انا ب 25000 جنيه يا حبيبتي. علاج ايه؟ علاج ايه؟ علاج الفضيحة اللي هعملها لك قصادنا سايبك الجداد يا عسلية. أنا هجيب لك 25000 جنيه منين؟ من جهنم، أنا مالي؟ أنت مستني عليا أسبوعين بس، هضحك علي بأي كلمة عشان أجيب لك المبلغ. أسبوع. ولو ما جبتيش الفلوس يا حبيبة قلبي، هقول له جوزك على المستخبي كله يا عسلية.
أول مرة أعرف إن في دخول ب 5000 جنيه. يلا المهم توقف على رجليها للسلام. أيوه يا معلم أنسى. تليفونها اتقفل. يا معلم القطر وصل في ميعاده. أنا دخلت لحد رصيف وشفته. خليك في مكانك وما تتحركش. أكلمك تاني. سلام. البنت اتمسكت يا أنسي؟ مسكتش. أنا سامع المكالمة مع الواد. تليفونها هتقفل أول ما وصلت المحطة، يعني الحكومة مسكتها. علي لما يخرج هيصلخ وشي. المرة دي طمعت في اللي شايلها يا راشد. مستحيل. فتوم ما تعملش كده فيا. إيه يا عم؟ ما تلاحظ الله كده. ايه مالك؟ اجيب لك ميه؟ لا ما تسيبنيش وانا بكلمك، خليك مؤدب. سيبوه يلا. ماشي يا علي، يلا بينا. تعال تعال، عادي عادي عادي، ده عشان لسه انت في الاول. عادي عادي، انا حاسس بيك، حاسس ان في حاجة خانقاك من جوه، صح؟ ابلع حزنك، ابلع الحزن اللي انت فيه، واقول لك عيط، عيط براحتك بس من غير دموع. الدموع دي ما تبانش وما تنزلش. فاكر السجن اللي احنا فيه هو ده؟ السجن تسجن كل حاجة جواك، دموعك، حتى صوتك، أي حاجة وجعاك. ما يصحش تبان قليل في السجن، ما يصحش. ضعفك داري، قوتك وريها للناس، فاهم؟ فاهم؟ بس عارفة يا زينب، الست اللي اسمها كوثر دي خطيرة جدا والله. شفت عرفت ازاي ان احنا متجوزين جديد؟